احتفلت كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط بعيد مار يوسف وعيد الأم. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه راعي الكنيسة الأب رياض حجازين، بحضور الأخوات الراهبات والرئيسة الفخرية لمجموعة كشافة ومرشدات السلط الدكتورة باسمة السمعان ولفيفا من أبناء وبنات الرعية. وتحدث الأب حجازين في عظته عن الدور الذي شغله القديس يوسف في حياته حين كان حاميا للطفل مخلص العالم. فعلينا إذن أن نعترف بيسوع، أن نتبع يسوع حتى ولو أن أمور حياتنا لا تسير على هوانا، لا تسير على مزاجنا وكما نريد. علينا أن نتبع يسوع ونقول له نعم حتى في أوج آلامنا وأحزاننا ومشاكلنا وصعوباتنا. إخوتي الأعزاء، نحن نعيش في عالم بعيد كل البعد عن السعادة والفرح والإطمئنان. نطلع حوالينا، نسمع الأخبار. عالمنا اليوم عالم مليء بالأحزان، بالآلام، بالحروب، بالأوبئة، بالظلم. ويسوع بتجليه يظهر لنا على حقيقته ممجداً، وكأنه يقول لنا اليوم في عالم اليوم في هذه الأيام، وكأنه يقول لكل واحد منا: لا تخافوا، اتبعوني. وهذا هو الفرح والمجد الذي ينتظركم بعد هذه الحياة إذا اتبعتموني وأصغيتم لي. ثم انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة للاحتفال بعيد الأم. وفي الختام تم تكريم عدد من الأمهات على أنغام وصلة طربية أحياها الفنان سائد حتر.